بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خلود، مدربة تنمية بشرية ومسوقة إلكترونية. حابة أشارككم في موقع جديد اسمه واتساب، لكن الاشتراك سيكون عن طريق yuwatsap.com. هذا الموقع سيتم افتتاحه رسميا، نحن الآن في تاريخ 1/1/2012، سيتم افتتاح رسميا بعد 8 ساعات تقريبا بتوقيت أمريكا. هذا يعني موقع، يعني ما هو هذا الموقع، ويعني ما معنى احجز سهمك؟ علينا أن نفهم هذه الأمور قبل يعني أن تشترك في الموقع. الموقع سيكون قنبلة في عام 2012. لماذا؟ لأنه سينافس باختصار فيسبوك، يوتيوب، المواقع العالمية الكبيرة هذه. هو موقع شبكة اجتماعية يعني يعتمد على عدد المستخدمين، ونتيجة عدد المستخدمين طبعا الشركات العالمية ستتنافس في الإعلانات في هذا الموقع، تماما مثل فيسبوك ويوتيوب وغير ذلك. وكلنا نعلم أن طبعا جوجل اشترت فيسبوك ب 1.6 بليون، و فيسبوك يساوي أكثر من ذلك بكثير، يعني فيسبوك يساوي أضعاف هذا المبلغ، تخيلوا. لذلك هذا الموقع حتى ينافس هذه الشركات، يعني اجتمع مستثمرون من بلدان عديدة، من أمريكا، من الهند، من تشاينا، من أوكرانيا وهي يعني في أوروبا، اجتمعوا فقط لمجرد حجز الفكرة أنفقوا في المبلغ تقريبا أكثر من 2 مليون دولار فقط لمجرد حجز فكرة الموقع. الموقع الآن يوميا يستقبل آلاف، يعني قبل الافتتاح، تخيلوا قبل الافتتاح لدي إحصائية، في 12 يوم فقط، في 12 يوم فقط اشترك أكثر من 96,000، أكثر من 69,000 مشترك في 12 يوم فقط. فلذلك الموقع هذا كبير كبير جدا، وليس يعني من المواقع السهلة البسيطة العادية. فكرة الموقع إنه يعني فكرة جديدة، إنه سيشارك المشتركين الأرباح. طبعا ليس كل المشتركين، وهذا هو شيء يعني ذكي في الفكرة، إنه سيشارك المشتركين فقط قبل تاريخ 1/4/2012، لأنه لن يستطيع أن يشارك كل المشتركين بالبلايين، يعني بلايين وملايين المشتركين الأرباح. لذلك قبل تاريخ 1/4 كأنك أنت حجزت سهمك في الشركة، وأن تدعو غيرك كذلك. فكل شخص تدعوه مجانا، والاشتراك مجانا، وكل شخص تدعوه ستكسب، ويعني يعتبر سهم إضافي إلى سهمك. الفرق بينه وبين المواقع الربحية الأخرى، أن المواقع الربحية الأخرى أولا أنك أنت تدفع المال، أو أنك أنت تعمل دعاية للناس تحتك كي يدفعوا مال، فأنت تكسب من خلال الشخص اللي تحتك اللي هو يدفع المال. بينما الموقع هذا أنه أنت تدخل مجانا وتدعو الناس مجانا، والشركة هي التي تدفع لك الأرباح وتدفع للناس الذين دعوتهم، يعني هي التي تدفع لكل شخص من خلال الخدمات التي تقدمها والأرباح التي تجنيها من الإعلانات والدعايات. فهذه نقطة مهمة جدا، حتى يعني لا يشكك أحد في عملية الحلال والحرام.
فمسألة يعني حسبة بسيطة جدا، إنك كم ستكسب من الأرباح لو أنت مثلا دعيت شخص واحد فقط، والشخص هذا دعا يعني شخص آخر، والشخص الآخر دعا شخص آخر، وشخص آخر دعا شخص آخر، فقط لخمس مستويات، يعني إلى خمس مستويات يتوقف الأمر، وهو كله مجاني كما ذكرت. فمثلا خمسة أشخاص كل واحد دعا الشخص الآخر، سيكون ربحك شهريا 700 دولار تقريبا، 781 دولار، يعني تقريبا يعني داخل على 800 دولار شهريا فقط من ستة، إجمالي ستة أشخاص دعوتهم مشتركين في الموقع، بيستخدموا الموقع، أكيد يستخدموا يعني الموقع، وهو موقع اجتماعي كما ذكرت مثل فيسبوك تماما. فيعني فالعملية سهلة جدا، يعني لا تحتاج إلى يعني إلى مجهود كبير بإذن الله تعالى. لذلك احجز موقعك الآن، احجز سهمك وسهم كل شخص من أصدقائك والذين تحبهم، واشترك معنا، ويعني وأي شيء تحتاجه ستجد بإذن الله تعالى. اشترك معي في القناة لأني أنا أتابع المحاضرات الشركة وتطوراتها وكل جديد مع الشركة، فاشترك معي بإذن الله تعالى، أو راسلني على الإيميل تحت في الفيديو، واشترك في هذا الموقع. وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.